موجز الأنباء من زمزة تي في بطنجة، أهلا بكم. يصل اليوم الاثنين إلى ميناء طنجة المتوسط ثاني قطار فائق السرعة تي جي في، وذلك بعد 3 أشهر من وصول القطار الأول عبر باخرة لوفيل دو بوردو. وكشف المكتب الوطني للسكك الحديدية أن القطار الثاني يأتي في إطار اقتناء 12 قطارا فائق السرعة برسم مشروع بناء الخط فائق السرعة الذي سيربط طنجة بالدار البيضاء، على أن تصل باقي القطارات إلى المغرب بمجرد الانتهاء من تصنيعها. تسلم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد ريان مهمة تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة بصفة مؤقتة على إثر انتهاء فترة الانتداب الإداري لعبد الوهاب بن عجبة الذي ظل يشغل هذا المنصب منذ منتصف سنة 2013. وأعرب عبد الوهاب بن عجبة في كلمة له بمناسبة حفل تسليم المهام عن اعتزازه بنواب الأقاليم ورؤساء المصالح وكل العاملين في الأكاديمية والنيابات التابعة لها. عاد صباح أمس الأحد العائل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مدينة طنجة بعد أن غادرها الخميس الماضي متوجها إلى أمريكا في إطار زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وكان في استقبال ملك السعودية بمطار طنجة كل من رئيس مجلس النواب رشيد الطنبي العلمي ووالي طنجة وتطوان محمد يعقوبي والقائد المنتدب للحامية العسكرية بطنجة محمد المرابط وعدد من المسؤولين الآخرين. بعد فوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة في الانتخابات الجماعية لرابع شوتنبر بطنجة، حيث أحرز 49 مقعدا من أصل 85 مقعد المخصص لمجلس المدينة، تناقلت مجموعة من المصادر أنباء عن اختيار العمدة الجديد لمدينة البوغاز الذي سيكون للمرة الأولى عن حزب العدالة والتنمية، وسط حديث عن البشير العبدلاوي باعتباره الأوفر حظا لنيل العمادة حسب مروجة في العديد من المواقع الإخبارية. نجح رشيد الطلبي العالمي في الفوز برئاسة حضرية تطوان بعد أن تمكن من تكوين تحالف رباعي إلى جانب كل من الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتشكيل الأغلبية المسيرة. مصادر مطلعة أكدت أن الأحزاب الأربعة اتفقت بشكل نهائي على التفاصيل الخاصة بالتحالف وكيفية توزيع المناصب والمهام بحضرية تطوان، حيث سيبقى حزب العدالة والتنمية وحيدا في المعارضة. ومن المنتظر أن تصدر الأحزاب الأربعة بيانا مشتركا بخصوص التحالف وحيثياته خلال الساعات المقبلة بعد أن يتم الاتفاق على بعض التفاصيل. فاز فريق اتحاد طنجة العائد حديثا إلى قسم الصفوة على ضيفه المغرب الفاسي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت الماضي على أرضية الملعب الكبير بطنجة برسم الدورة الأولى من البطولة الوطنية للموسم الرياضي الحالي. وقاد المخضرمان رفيق عبد الصمد وعبد الغني معاوي فريق مدينة البوغاز إلى هذا الفوز المشجع في هذا اللقاء الذي جرى أمام مدرجات مملوءة عن آخرها بجمهور قدر بحوالي 40,000 متفرج. بالخبر الرياضي ننهي الموجز، في أمان الله.